بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه أستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة بإذن الله سنتكلم عن السلسلة الثالثة من تمارين موضوع الحركة والسكون بالنسبة للسنة الثانية من تعليم المتوسط، والمتمثلة في أوظف معارفي. الآن مع الوضعية الأولى في هذه السلسلة، رقم 14 يقول: الكرية والعربة. كرية معدنية معلقة بحامل مثبت على عربة لعبة في حالة حركة بالنسبة للأرض، أي العربة هي التي في حالة حركة بالنسبة للأرض. واحد: ما هي الحالة الحركية للكرية، يعني سنصف الكرية كجسم أو كجملة، بالنسبة للعربة وبالنسبة للأرض أثناء هذه التجربة؟ إذن هنا كذلك سننظم إجابتنا في جدول. هو يقول بأن العربة تسير بالنسبة للأرض، حالة مثبت على عربة لا هكذا. ما هي الحالة الحركية للكرة بالنسبة للعربة وبالنسبة للأرض؟ إذن فالجسم المدروس أو الجملة التي نريد أن نصفها هي الكرية المعلقة. هذه الكرية المعلقة ما هي حالتها الحركية بالنسبة للعربة؟ إذن فالكرية ساكنة بالنسبة للعربة. نوضح: الكرية مثبتة في هذا المكان على علو معين من العربة وفي موضع معين منها. إذن فحينما تنطلق العربة فالكرية لا تغير لا بعدها ولا موضعها بالنسبة للعربة، إذن فهي ساكنة. لكن بالنسبة للأرض فهي متحركة، أي العربة الكرية معذرة الكرية كانت موجودة مقابل هذه النقطة من الطريق أو من الأرض. حينما تسير العربة فلا تبقى الكرية موافقة لهذا الموضع أو لهذه النقطة، ستنتقل مقابل هذا الموضع، ثم هكذا. يعني إذا مشينا هناك تنتقل الكرة من هذا الموضع إلى هذا الموضع إلى هذا الموضع. يعني حينما نعمل الإسقاط فهي تغير موضعها، يعني ظلها إذا شئنا على الأرض سيغير موضعها، وبالتالي فهي متحركة. تكملة التمرين: نترك الكرية تسقط من الحامل، يعني هذه الكرية المعلقة نتركها تسقط من الحامل. كيف يرى مراقب يقف على سطح الأرض حركة الكرية؟ وكيف يرى مراقب على العربة حركة الكرية؟ يعني هنا لدينا مراقبين، يعني هذه اللعبة راهي تغيرت الآن، صارت لعبة ويركب فيها الشخص. إذن المراقب الموجود على سطح الأرض، انطلقت العربة، المراقب واقف لا يمشي مع العربة، المراقب الواقف على حافة الطريق أو بجانب العربة يرى أن الكرة وهي تسقط ترسم مسارا منحنيا هكذا، يعني تنزل بهذه الكيفية. المراقب الموجود على العربة يرى أن الكرة تسقط على مسار عمودي، تسقط هكذا. إذن فمسار الحركة، الحركة كما تلاحظ متعلق بالمرجع، مرجع المراقبة. إذن هنا قلنا الجسم الكرية في حال سقوط مراقب من العربة يرى بأن الكرية تسقط على استقامة عمودية، مسارها خط عمودي، تسقط بشكل عمودي نحو العربة. في حين أن المراقب الذي خارج العربة الواقف على جانب الطريق يرى بأن العربة أن الكرة حينما تسقط ترسم مسارا منحنيا، أي فخطها خط منحني. نمر إلى الوضعية الموالية، التمرين 15: رجل في رواق القطار. يسير رجل في رواق قطار في حالة حركة بطيئة. يعني من هو الذي في حالة حركة بطيئة؟ هل الرجل أم القطار؟ إذن فالقطار هو الذي يسير في حركة بطيئة بالنسبة للأرض. واحد: هل الرجل في حالة حركة بالنسبة للقطار؟ هل الرجل في حالة حركة بالنسبة للأرض؟ وكيف يرى مراقب واقف على الرصيف هذا الرجل؟
إذا ننظم، يعني هذه الصورة هي المعطاة، ننظم أجوبتنا في هذا الجدول. إذا لدينا الجسم الموصوف هو الرجل الذي يمشي في رواق القطار، والقطار انطلق في الحركة بالنسبة للأرض، يعني أقلع القطار من المحطة. فكيف هو هذا الرجل بالنسبة، ما هي حالته الحركية؟ أول بالنسبة للمرجع، من هو المرجع؟ المرجع الأول هو القطار. إذن فالقطار انطلق، والشخص الواقف أو الموجود بداخله يتحرك ويسير في الرواق، إذن فهو متحرك بالنسبة للقطار. لماذا؟ لأنه يغير موضعه من مكان لآخر ومن راكب لآخر، فهو متحرك بالنسبة له. كذلك هذا الرجل الذي يمشي في الرواق هو متحرك بالنسبة للأرض، بالنسبة للرصيف، لأنه يبتعد عن هذه المنطقة ويبتعد عن المحطة. وبالنسبة للمراقب الذي يقف على الرصيف كذلك، فهذا الشخص هو متحرك، رجل يمشي في الرواق هو متحرك بالنسبة للمراقب الواقف على الرصيف. قال هذا هو المراقب على سبيل المثال، أو هذا الشخص. فالشخص الذي يسير داخل القطار والقطار انطلق فهو متحرك بالنسبة له. نمر إلى الوضعية الموالية. يقول حركة رأس قارئة الأسطوانة أو قارئ الأسطوانة. يرتكز رأس قارئة الأسطوانة عليها ويدور في أخاديدها، يبقى يدور في آخر أخدود بدون توقف. هل رأس القراءة في حالة حركة بالنسبة للأسطوانة، بالنسبة للأرض؟ يعني نناقش الجزء الأول. أخذنا الجدول الأول، إذن فالجسم المدروس هو رأس القارئ، رأس قارئ الأسطوانة. نصفه، ما هي حالته الحركية بالنسبة للمرجع؟ أي مرجع اخترناه؟ حالته الحركية بالنسبة للأسطوانة. إذن فرأس القارئ متحرك بالنسبة للأسطوانة، حركة دورانية، يعني الأسطوانة هي التي تدور وهو باق في الأخدود الأخير من هذه الأسطوانة. إذن فالأسطوانة تتحرك حركة دورانية بالنسبة للقارئ. إذن نقول رأس القارئ متحرك بالنسبة للأسطوانة. الآن بالنسبة للمحور، لمحور الأسطوانة، هكذا السؤال قال. معذرة، هنا بالنسبة للأسطوانة، ثاني بالنسبة للأرض وليس بالنسبة لمحور الأسطوانة، نصحح الخطأ. إذا لا عليه، نضيف الخانة الثالثة. إذا قلنا فالقارئ، رأس القارئ هو ساكن بالنسبة لمحور الدوران. لماذا؟ لاحظ، رأس القارئ هذا هو موجود في الأخدود الأخير للأسطوانة، فهو لا يغير لا بعده ولا موضعه عن محور الدوران، إذن فهو ساكن بالنسبة لمحور الأسطوانة. وكذلك هو ساكن بالنسبة للأرض، محور المعذرة، رأس القارئ موجود في هذا المكان، لا يغير موضعه ولا بعده بالنسبة للأرض، إذن فهو ساكن. الجزء الثاني، هل القرص في حالة حركة بالنسبة لرأس القارئة وبالنسبة للأرض؟ إذن هنا كذلك لدينا جدول ثاني. الجسم الموصوف هو القرص الآن وليس القارئ، يعني الأسطوانة بذاتها. أثناء تشغيل الجهاز تدور الأسطوانة. عندما تدور الأسطوانة سندرسها، ندرس حالتها الحركية بالنسبة للمرجع المطلوب. المرجع الأول قال بالنسبة لرأس القارئ، يعني نفس الحكم، رأس القارئ متحرك بالنسبة للأسطوانة، حتى الأسطوانة الآن متحركة بالنسبة لرأس القارئ. الآن بالنسبة للمحور، بالنسبة للمحور فهي ساكنة، الأسطوانة هنا، الأسطوانة تدور بالنسبة للمحور، هذا خطأ أنصحه، الأسطوانة تدور بالنسبة للمحور. إذن قلنا بالنسبة للقرص أو الأسطوانة هي متحركة بالنسبة لرأس القارئ
متحركة كذلك بالنسبة لمحور الدوران، فالقرص أو الأسطوانة يدور حول محوره، إذن ومدام يدور فهو متحرك بالنسبة لمحور الدوران. بقي لنا المقارنة بالأسطوانة بالأرض، إذن فالأسطوانة بالنسبة للأرض كذلك هي متحركة حركة دورانية، هي لا تبتعد ولا تقترب ولكنها تدور في مكانها بالنسبة لها، فحركتها هي حركة دورانية بمرجع أرضي أو بالنسبة للأرض. هذه الأسطوانة متحركة بالنسبة لمحورها، تدور حول محورها، متحركة بالنسبة للأرض أي تدور بالنسبة للأرض، لا تبتعد ولا تقترب ولكن حركتها دورانية، ومتحركة بالنسبة للقارئ لأنها تدور بالنسبة له. نمر إلى الوضعية الموالية، بساط متحرك، يعني بساط هنا الذي يلعب دور السلم. ركب مراد وسفيان على بساط يتحرك ببطء في أحد المطارات، وشخص آخر راكب معهما على البساط نفسه. في نفس اللحظة سقطت علبة العطر من هذا الشخص. حدد الحالة الحركية لعلبة العطر بالنسبة لمراد وسفيان، ثم للبساط، ثم لمراقب واقف بجانب البساط وللأرض. إذن ما هي الجملة التي سنصفها؟ هنا ينبغي أن ننتبه. الجسم الذي نريد أن نصفه هو قارور أو علبة العطر. علبة العطر هي التي سنصفها، إن كانت متحركة أم ساكنة أثناء السقوط. أقول أثناء السقوط، يعني هي تهوي وهي تنزل، نصفها لهؤلاء الأشخاص وبالنسبة للبساط وبالنسبة لمراقب واقف بجانب البساط وبالنسبة للأرض. إذن الحالة الحركية والمرجع والجسم الموصوف قلنا هو علبة العطر في حالة سقوط نحو الأرض. إذن فهي متحركة بالنسبة للشخصين هذين الراكبين على البساط، فهي متحركة بالنسبة لهم، بالنسبة لمراد وسفيان فهي متحركة لأنها تغير موضعها بالنسبة لهما، وكذلك هي متحركة بالنسبة للبساط فهي تغير موضعها بالنسبة للبساط، وكذلك متغيرة بالنسبة للأرض فهي تغير موضعها بالنسبة للأرض. هنا أخذت نفسها، وحتى بالنسبة للشخص الواقف على جانب البساط فهي متحركة بالنسبة له أثناء السقوط. أقول دائما الآن الوضعية الموالية الأرض والشمس تبين الصورة المقابلة، أربع مواضع مختلفة للأرض حول الشمس. هل الأرض في حالة حركة أم في حالة سكون بالنسبة للشمس، وماذا ينتج عن ذلك؟ إذن نلاحظ الصورة وسنجيب كذلك في الجدول. أخذنا يعني الأرض ما هي إلا أرض واحدة، وهذه مواقع أخذتها خلال أزمنة مختلفة بالنسبة للشمس. إذن في لحظة زمنية كانت الأرض موجودة في هذا المكان، وبعد مدة زمنية صارت في هذا المكان، وبعد مدة زمنية صارت في هذا المكان، وبعد مدة زمنية صارت في هذا المكان. إذن الذي تلاحظه أن الأرض تطوف أو تتحرك في مدار بيضاوي حول الشمس، إذن فبالتأكيد هي متحركة بالنسبة للشمس. سنقف قليلا عند هذا الموضوع لنفصل فيه ما ذكرناه في السنة الأولى. إذن فالأرض قلنا هي متحركة بالنسبة للشمس، بحيث لكي تنتقل من هذا الموضع إلى هذا الموضع فهي تمسح زاوية قدرها 90 درجة. هذه 90 درجة تستغرق فيها وقتا قدره فصل بالكامل، وهو فصل الصيف كما هو مبين هنا، يعني من 21 جوان إلى 23 سبتمبر. هذا القوس ولا هذه الزاوية القائمة تتطلب زمن قدره 3 أشهر وهو فصل الصيف، ثم من هذا الموضع إلى هذا الموضع أيضا تستغرق 3 أشهر وهو فصل الخريف، ومن هذا الموضع إلى هذا الموضع أيضا تستغرق 3 أشهر وهو فصل الربيع. إذن هنا الاعتدال الربيعي، هنا الانقلاب الصيفي، يعني يوم 21 مارس الاعتدال الربيعي،
يوم 21 جوان الانقلاب الصيفي، يوم 23 سبتمبر الاعتدال الخريفي، يوم 21 ديسمبر هو الانقلاب الشتوي. ما معنى اعتدال وانقلاب؟ يعني في هذا اليوم يوم 21 مارس يتساوى في هذه الليلة بالذات، ولا في هذا اليوم بالذات، تتساوى عدد ساعات الليل مع عدد ساعات النهار. وفي 21 جوان يكون أطول نهار وأقصر ليل بالنسبة لسكان النصف الشمالي للكرة الأرضية، وهنا الاعتدال الخريفي أي يتساوى من جديد الليل والنهار. وهنا في يوم 21 ديسمبر يكون أقصر نهار بالنسبة لسكان شمال الكرة الأرضية وأطول ليل. إذن هذا بالنسبة للشمس. الآن بالنسبة لمحور دورانها أو ف غير موجود هذا السؤال بالنسبة، قال ما هو أثر هذه الحركة؟ أجبنا عنه. أثر هذه الحركة يعني عندما تتحرك الأرض في مدارها حول الشمس ينتج عن ذلك تتابع أو تعاقب الفصول الأربعة كما ذكرنا. نمر إلى الوضعية الموالية، الأرض والمجموعة الشمسية. يعني هنا أعطانا وضعية وطلب منا أن نحدد بعد الكواكب عن الشمس و نبحث عن الكوكب الذي له أطول سنة إلى آخره. إذن فهنا الكواكب مرتبة من الأقرب إلى الأبعد، فعطارد متوسط بعده عن الشمس بالمليون كيلومتر هو 58 مليون، ثم تليه الزهرة في مدار آخر ببعد قدره 108 مليون كيلومتر، الأرض 149.5 أي ما يقارب 150، المتوسط هو 150 مليون كيلومتر طولي، المريخ يبعد ب 228 مليون، ثم يليه المشتري ببعد قدره 778.3 مليون كيلومتر، ثم يليه زحل يبعد عن الشمس بما يقارب 1427 مليون، يعني مليار و 427 كيلومتر، أورانوس ب 2871 مليون، يعني مليارين و 800 مليون 71، ويليه نبتون ب 4497 مليون، يعني 4 ملايير و 497 مليون كيلو متر. ما هو الكوكب الذي يستغرق أطول مدة لإتمام دورته حول الشمس؟ هو نبتون، بحيث تقدر هذه المدة لكي يتم دورته حول الشمس فهو يستغرق 164.81 بالتقدير الأرضي. يعني لما تدور الأرض حول الشمس 164 دورة، يعني 164 سنة، يكون هو قد أتم دورة واحدة، بمعنى سنة واحدة. سنة على نبتون تعادل 164 سنة على الأرض. باقي لنا حركة الكواكب، وهو السؤال أو التمرين الأخير، حركة الكواكب ب الأرض والقمر. كيف يتحرك القمر حول الأرض؟ كذلك يتحرك القمر حول الأرض في مسار بيضاوي دائري. وبما أن الأرض تتحرك حول الشمس، يعني ليست ساكنة وإنما تتحرك حول الشمس كذلك في مسار دائري، في مسار بيضاوي، يؤدي ذلك إلى حلول القمر، يؤدي ذلك إلى حلول القمر في كل يوم في منزل، يعني لا يبقى في نفس المنزل بالنسبة للمراقب الأرضي. وبما أنه لا يبقى في نفس المنزل بالنسبة للمراقب الأرضي، فالوجه المقابل أو الوجه المضيء، المضاء معذرة، الوجه المضاء والمقابل لهذا الشخص تتغير مساحته كما تلاحظون. وهذا هو الذي يؤدي إلى شكل يختلف عن بقية أشكال في المنازل الأخرى بالنسبة لمراقب أرضي. إذن ولهذا نرى وجه القمر يتبدل من ليلة لأخرى. والقمر يتم دورته حول الأرض، أي يعود كما بدأ، بعد شهر من الزمن، والشهر من الزمن هو ما بين 29 و 30 يوم.
ولذا يعتبر أدق وسيلة للحساب الفلكي، حيث قال المولى عز وجل: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل. لماذا قدره منازل؟ لتعلموا عدد السنين والحساب. إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. في الأخير أسأل الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا، كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم منها. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.